بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. محاضرتنا اليوم تخص الإمام الحسين سلام الله عليه وبعض المواضيع المختلفة. في المحاضرة السابقة عندما تكلمت عن سر الروح وكيف الإمام الحسين كشف سر الروح من خلال الاستعراض العلمي الذي بينته، إن شاء الله بس هأشرحها هلا بمختصر في حال بعض الإخوة ما قدروا يفهموا، لأن دخلت أشياء كثيرة ببعضها البعض. عادة ما ينتظر يعني الإنسان شوية، لأن هي العلوم كلها مثل البذور كما وصفه الإمام علي بن أبي طالب. شو قال؟ بيقول العلم لقاح العقل، واللقاح بياخد وقت. شوفوا مثلا لما يولد الطفل في 9 أشهر بيقعد برحم الأم وبعدين بيولد، هيك العلم بيولد بهذه الطريقة. العلم مستحيل واحد يفهمه مباشرة، ولكنه هو بذور ولقاح بفوت بعقل المؤمن وبصير يرجع يفهمه، وبعد ما يفهمه يطلع المعنى الذي يريده أهل البيت منه. لما تحدثت عن سر الروح، كثير من الإخوة والأحبة كان عندهم مشكلة، يعني صاروا يقولوا لي مشكلتنا معك يا محمد أنه تأتي بأشياء ممكن تكون هي محرفة، تأتي بأشياء ممكن تكون غير صحيحة. لأن الله عز وجل لما تحدث عن الروح قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عندما تحدث عليه وبالأمر. المشكلة أنه معظم الناس لما تقرأ العنوان ما بتسمع المحاضرة، يعني هيك اكتشفتها من خلال ما بي بس بيقولوا كشف سر الروح الإمام الحسين، فبتلاقي في ناس من الطائفة الأخرى بيقولوا أنتوا كل شيء أمي أمي أمي. طبيعي، لأن هني خليفة الله على الأرض، لا يعرف الله عز وجل إلا بهم، لا يعرف ما خلق الله عز وجل إلا بهم، طبيعي يكون كل شيء محوره. فإذا كانت أي آية من القرآن الكريم من أوله لآخره مش مختصة بأهل البيت سلام الله عليه أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هنالك شيء غير صحيح في تلك الآية، والعياذ بالله أن يكون غير صحيح. فلذلك القرآن كل آية من أول لآخر يفسر ويؤول، يعني من أحد التأويلات والتفسيرات على أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك إذا أي شخص بيقول لي أنت عم تنسبه باطلا لأهل البيت، لا، هن أهل البيت عندهم حديث مشهور قالوا: قولوا فينا ما شئتم إلا أن تدخلونا في مرحلة الألوهية. حتى موضوع الربوبية، حتى بالحديث بيقولوا: إلا أن تجعلونا أربابا من دون الله. في حديث عن الإمام علي يعني أربابا، إذا وقفت أربابا يعني هذا صار كفر، صار خروج عن ما يريده الله عز وجل، ولكن إذا جعلناهم أربابا من دون الله. شوفوا، مهم هي فيها الربوبية، هي المسؤولية، يعني مثلا رب البيت، رب الأسرة، رب الأرض، رب كذا، يعني موجود رب البيت. الرجل الله عز وجل أعطاه الولاية على المرأة، هذه معنى من أنواع الربوبية، هي معنى من أنواع الولاية. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلها اختصاص وجعلها بلاء للمرأة. أنا بقول يعني فضل الرجل، لا، ما مش تفضيل، هذا بلاء. ليه؟ لأن لما يكون الواحد مثلا عنده أولاد، أنا عم شق الموضوع شوية بس لحتى تفهموا سر الروح، لأنه هو مفهوم جدا عميق. هو إذا فهمته تكتشف حالك، يعني بيكتشف حاله الواحد، بيصير يدخل بأشياء مهمة. طيب، إذا بالنسبة للربوبية، إذا فهمت معنى الربوبية بالتحديد ما هي، بتلاقي إنه هيدي ولاية. يعني مثلا الله عز وجل، إذا أنا عندي بنت أو عندي بنت أو عندي ولد، الله عز وجل إذا أنا ما ربيت بنتي منيح، بمعنى إنه قصرت بتربيتها وطلعت هذه البنت غير جيدة، الله عز وجل يعاقبني عليها. ونفس الشيء على الأولاد، يعني هذا بلاء. حتى لو جعل الأولاد ولاية، يعني أنا هلا مثلا ما تفتخر كثير إنه أنت واقف أمامك ولد وأنت فيك تضربه أو فيك تعمل فيه اللي بدك إياه، هذا بالنهاية عجينة، والله عز وجل يثيبك عليها أو يعاقبك عليها. هذا هو الذي تفهمه. فنفس الشيء المرأة هي برقبتك، يعني برقبة الرجل، فإذا عملتها جيدا الله عز وجل يوم القيامة يثيبك على هذه المعاملة، وإذا عملتها قبيحا بيعاقبك على هذا الشيء. فالولاية هي مسؤولية إضافية. نفس الشيء أهل البيت، أهل البيت لديهم ولاية علينا. شو يعني؟ يعني إذا الإمام المهدي مهتم بكل فرد منا، الإمام المهدي مهتم بكل واحد مننا، مهتم إذا هذا صالح وطالح، بتلاقي يهتم بكل المؤمنين، يهتم حتى بغير المؤمنين. وفي كثير من الروايات لا أريد ذكرها هلا لأنه مش موضوع المحاضرة، بس ولكن إذا ما اهتم الله عز وجل يعاقبه للإمام المهدي، لأنه لم يهتم، لأنه جعل علينا ولاية وهو لم يهتم بولايته علينا. فالولاية بالنهاية هي مسؤولية، وإذا كان أمام الله عز وجل فهذه خلافة الله في الأرض. لما تحدثنا عن الروح، هذه الولاية تأتي من الروح. يعني لما قلنا من الأول إنه في الروايات خلقت المرأة من ضلع الرجل، وفي محاضرة خاصة طويلة عريضة تحدثت فيها إنه معنى ضلع الرجل مش الضلع اللي موجود هون، يعني ضلعه
الله خلق مثل الرواية هذه الإسرائيلية اللي بتقول خلقه لآدم وبعدين فضل شوي من طينته، قال لك أحلى من كبهم بزبالة، خلينا نستفيد منه ونعملها نعمل مرأة. لا، هذا غير صحيح، هذا الموضوع غير صحيح نهائيا. شو هو الموضوع الصحيح؟ الموضوع إنه عندما بيجي حدا عفوا من الخلق، الله عز وجل جعل كلياتنا من النورانية مثل دوائر، بالنسبة للرجال دوائر وبالنسبة للنساء خطوط، خط خط ودوائر، تحدثت عنها. الله عز وجل فرجانا إياها من خلال التجربة الفيزيائية الموجودة بين فرنسا وسويسرا اللي اسمها الهايدرون كولايدر، والذي قام معظم المسلمين قالوا أنه هذا شيء شيطاني، هذا شيء للمسيح الدجال، هذا وهذا شيء خطير. وللأسف للأسف نحن كل شيء علمي نحوره لحتى نخلي العلماء الماديين ينبذوا من الدين، وهي بالحقيقة الله عز وجل ألهم الفيزيائيين هذا العلم لحتى يكشف للمسلمين أمام الماديين أنه المسلمين على حق، نقدر نستفيد من هذا الشيء إذا تعلمنا النورانية. فسر الروح بهذه النقطة، سر الروح هو موجود في هذا المكان، فكان ضلع الرجل مثل كأنه دائرة وضلع لا يخرج منها إلا خلق، هذا معناته. فهذه الولاية التي جعلها للمرأة، ولما بين الرجل والمرأة، ولما تحدثت أنه الروح هو نفس نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر في الإنجيل في سفر التكوين. افتحوا سفر التكوين وشوفوا أول شيء، أول شيء بالإنجيل غير محرف، حرفوا الأشياء التي تدل على ربوبية وألوهية عيسى، وهو حتى بالإنجيل نفسه نفى هذه الربوبية وهذه الألوهية ونسبها لمين؟ نسبها لله عز وجل، وجعل بسفر التكوين. افتحوا سفر التكوين وقروها، أريدكم أن تقرأوها، لأن إن شاء الله حامل محاضرة قريبة عن الإنجيل ردا على بعض الذين يعني واحد يتفلسف دائما على القرآن أنه هو كان مسلم وصار مسيحي. بأول سفر التكوين يتحدث عن نور خلق منه الليل والنهار، وبعد منا يتحدث عن نورين خلقوا من نفس النور الأول بسفر التكوين بالإنجيل. فهذا معناته، هو معناته الروح، الروح هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل نسبها له بهذه الطريقة لأنه أصل الوجود، أصل الطاقة لا يدرك ماهيته، فسماه الروح. لا تدرك ماهية الروح، ليه؟ لأنا بقول لك الإمام الصادق سلام الله عليه بالحديث بيقول إنه كل يعني بحديث طويل كان يتحدث به مع أحد اللي كان عم بيعلمهم، بيقول بما معناته إنه آخر شيء الثرى، يعني هنالك 7 سماوات هنالك العرش هنالك كذا وبعد منها الثرى. فقال له ما تحت الثرى؟ قال له شيء لا تدركه عقولكم، لا يدرك بالعقول تحت الثرى، ليه؟ لأن هو الروح، هو نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نحن يمكننا أن نقول عنه أنه هو الطاقة التي توجدنا، هي هذه الطاقة التي توجدنا. هذا بالمختصر المفيد عن المحاضرة اللي قدمتها بالنسبة لسر الإمام الحسين والروح، كيف هي روح ونقدر نحولها لحور، حور كلمة حور من اليسار إلى اليمين بتصير روح. فبعض الناس كمان استهزأوا بهذا الموضوع، وكل الأشياء معي سبحان الله إنه هي بقولوا لك انه هذه صادفت هيك، يعني كل المحاضرات اللي بقدمها هي صدف 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 صدف، يعني صار عندي 170 محاضرة كلها صدف بالنسبة لهؤلاء الناس، ما بدهم يفكروا، ما بدهم يقولوا انه طب خلينا بس نناقش هذه الفكرة على الأقل، مش نرفضها مباشرة. فإذا قلنا الروح لأنها بلشت من الراء والواو والحاء، لم تختفي الواو منها، هي الماء، الواو بالماء، موجود الواو بكن، لما قالوا أمره ما بين الكاف والنون، المتصوفة تفهت الموضوع، بس بالحقيقة أمره ما بين الكاف هو الماء الذي معصور ما بين الكاف والنون، نزل منه الله الذي جعل الله عز وجل العرش، وكان عرشه على الماء، عرش الله يعني الله والعياذ بالله عمل عرش وقعد عليه، لا، الله لا يدرك، فكان عرشه يعني شو، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء. فبيجيك واحد هلا بيقول لك هذه المغالاة نريد أن نقطعها، شو يعني؟ بيقول لك لما يتحدث بعض الأشخاص بيقول لك عرش، العرش هو الإمام الحسين بما معناته، أو ساق العرش ممكن يكون الإمام الحسين. هل أنت مفكر حتى العرش هو شكل كرسي؟ يعني أنت مفكر العرش هو شكل كرسي؟ هي المشكلة اللي احنا عايشين فيها، ناس ماديين جدا وناس يحاولون التقمص بالروحانية، بس حتى هدول كمان مش فاهمين شو هي النورانية. النورانية يا إخوة قلت لكم هذا النور اللي احنا لازم نلتفت إليه لحتى نوصل لسر الروح، هو سر الروح يبدأ من النورانية. ما بتقدر تفكر بالروح إذا أنت تفكر ماديا في رأسك، يجب عليك أن تخرج من هذا الإطار كله.
تحط الحياة الدنيا كلها قدامك، وتحط رؤية الله عز وجل لهذه الحياة الدنيا، وتخرج منها لحتى تشوف الروح. بهذه الطريقة الوحيدة تقدر تشوف الروح. ما بتقدر تشوف الروح بتجسيم المادة عليها، لا تجسم المادة عليها. نحن هلا افتح اليوتيوب او اي محاضرة لعلماء بيشرحوا لك البعد الرابع، لا تستطيع ان تتصور البعد الرابع، لانه مثل كأنه مكعب يدور حول نفسه، يدور في قلب نفسه. شو ساعتها؟ ساعتها كأنه الوقت في داخله يقف بس، ولكنه خارجه يمشي. وهذا كلياته جعل في سر القائم اهل البيت، الإمام المهدي بالنورانية، يمثل الوقت، مش الوقت الذي سوف يذبح يوم القيامة، لا، الله عز وجل بمشي الوقت بنورانية الإمام المهدي سلام الله. لذلك سمي قائم آل محمد، لذلك سمي صاحب العصر والزمان، لذلك تكون الخلافة على الأرض هي نهايته، خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء، بمعنى أنه لا يوجد نبي بعده، حتى لو كان النبي عيسى موجود، لأن النبي عيسى عليه السلام يصلي خلفه. هذه من جزء من وجود الروح. فكانت الروح، خلق الروح، نحن خلقنا منها أنفس، لأنها بثت بثا، لو كنا موصولين مباشرة فيها لما كنا نعمل الذنب كان يتأثر رسول الله، ولكن إذا كانت بث لا يتأثر، لأن نحن نتأثر كطاقات. وإذا واحد درس شوية هندسة بيفهم شو نتحدث. معنى الحور هون، شو هو الحور؟ هو ما يخلق من أعمالك يوم القيامة. شو بدكم هاي الأفلام كلها بتجي 70 حورية وبتجي الحورية هي شيء فقط للجنس، وشو بدكم الأشياء كلها؟ الحورية بمعناتها هي السكن الذي سوف يكون يوم القيامة، هي سوف تكون لكل شيء الحور. لا، لأنها ينتج من عمل الإنسان، ينتج من عملك أنت. شو بتعمل؟ تخلق هذه المرأة. المرأة هي ليست مرأة، لأن التصنيف الجنسي للرجال والنساء في الجنة غير موجود. هلا في ناس كمان حيفتحوا علي هذا الموضوع، التصنيف الجنسي للرجال والنساء في الجنة غير موجود، عشان هيك الله عز وجل ذكر كل اللي موجودين في القرآن الكريم بمعنى الذكورية، لأن ما في ذكورة وأنوثة بالجنة، ما في هو وهي بالجنة، في هنالك هي النفس التي تحب الله، التي تعشق الله عز وجل فقط. يعني بالجنة ما حيكون في معنى المفهوم اللي نحن عايشينه هلا هون، لأن نحن الأعضاء التي خلقها الله، بعتذر أنه أتحدث بهذه الطريقة، التي خلقها الله عز وجل في الأرض هي أعضاء فقط للتكاثر الجنسي، للتكاثر البشري بس. ولكن شو هو بالنهاية الشعور الجنسي؟ هو شعور موجود في العقل لا يهم العضو به. يعني شو؟ يعني مثلا العلم وصل هلأ أنه يحط شغائل كهربائية صغيرة على الدماغ أو على الجسد، وبيدور التيار الكهربائي فيحس الجسم كأنه يوجد مرأة معه إذا كان هو رجل، ويوضع هذه التيارات الكهربائية على جسد المرأة فتحس المرأة كأنه رجل قاعد معها، وهي بالنهاية هو تيار كهربائي. شو يعني؟ يعني كل هذه اللي احنا عايشين فيها هي هلامية، شيء هلامي. الطعام شيء هلامي، لما ينزل الطعام لبطنك لتحت، بطنك هي اللي بتوقع فيه بس، ولكن الطعم هي موجودة في اللسان لأنها تيار كهربائي ما بين اللسان والعقل. نفس الشيء الشيء الجنسي، تيار كهربائي ما بين الأعضاء الجنسية والجسم والعقل. فالله عز وجل إذا بده يكثف لك الجنس في الجنة بيجعل لك كل شيء موجود فيه تيار كهربائي، فبتصير الحالة الجنسية عندك شيء عالي. بس للأسف نحن جعلنا الجنس الكعبة التي نلف حولها طول النهار بحديثنا وبنكتنا وبكل شيء. طيب نرجع لموضوع الإمام الحسين سلام الله عليه، وكيف كشف لنا كل هذه الأشياء. ليه؟ لأن بسر التعشق، يعني شو بسر إنه ما شرب الماء، بسر هذه العطش، فملاقي كون هون عطشة للماء، كون لأنها عُصرت فخلق منها كل شيء، الكون معصورة من الماء، فنرى الإمام الحسين معصور من الماء هون، كأنها جعلت به فيه هذه الشغلة كلها للإمام الحسين، كأنها جعلت فيه، مش هقول هي هو، يعني كأنه، لأن هون هو خلق من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هون التي تأتي النقطة المهمة التي طرحتها، وكثير من الأحبة حاولوا يستوضحوها بس، ولكن قلت إن شاء الله أجعلها في محاضرة مختلفة. ما هو الشيء الذي أريد أن أقوله لكم أيها الأحبة؟ أريد أن أقول لكم شيء مهم جدا. المهم إنه لما إمام الحسين، لما نحن نقرأ المصرع له كامل، بتلاقوا في هنالك شيء منفر، ينفر. بتلاقي ابو الفضل العباس سلام الله عليه بيروح بده يشرب الماء، ولكنه بأنب نفسه كيف يشرب الماء والامام الحسين لا يشرب الماء، وهو يعني وعنده عطش شديد. بتلاقي حتى مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما قبل استشهاده انه بيجي يشرب الماء مرتين 3 مرات، وكمان يقع سنه بقلب الماء او يقع الدم بقلب الماء، فيحرم على نفسه الشرب، يقول فيها حكمة إلهية.
ويسلم على الإمام، صح، على الإمام الحسين سلام الله عليه، بيسلم عليه. وبتلاقي كل معظم أصحاب الإمام الحسين يعني لما يروحوا على الاستشهاد يستشهدوا وهنهم هم عطشة. بعد منها بتلاقي إنه بالمصرع قبل وقت استشهاد الإمام الحسين بينزل الإمام الحسين على النهر، يستطيع إنه يخرج كل هؤلاء الناس وينزل على النهر وبيحمل بإيده الماء، ولكنه يسمع صوت السيدة زينب، كأنه وجد مبرر لإله إنه السيدة زينب تصرخ والإمام الحسين يرمي من يده الماء ويروح بده ينقذ خيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أليس في هذه المسألة إهانة للإمام الحسين؟ يعني كل أصحابه استشهدوا من دون ماء عطشة، كل الناس اللي موجودين حواليه، كل المسيرة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العطش طول الوقت، السيدة زهراء تحدثت عن عطش الإمام الحسين، ألا يكون مهين إنه الإمام الحسين يذهب لشرب الماء؟ هلا بصير في يتساءل واحد، يعني هل الرواية اللي يتحدث عنها خاطئة؟ لا، ليست خاطئة، ولكنها فهمت خطأ لنا. يعني شو يعني الإمام الحسين صحيح شق الصفوف ونزل لتحت، صحيح، وكان يجب عليه أن يفعل ذلك، وهذا تقدير إلهي لينزل لتحت. طيب، قلت بالمحاضرة السابقة، هل لما نزل الإمام الحسين لتحت هل أراد أن يأخذ شيء من الماء أو أن يضع شيئا في الماء؟ هون بلش تفرق الموضوع، هون بلش الفرق يتسع، لأن هنالك هون سر يريد الإمام الحسين أن يكشفه لنا، وسر تطرقت إليه في بعض محاضرات من قبل، بس ولكن لم أضعه مباشرة على الإمام الحسين. شو هو السر؟ السر موجود ما بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. هلا بيقول لي ناس هي كمان من الصدف، سبحان الله، يعني محاضرات هي محاضرات صدف كلياتها، يعني سبحان الله كيف تزبط معي. طيب، شو هي الصدفة اللي بالنسبة لكم صارت؟ الصدف مش الصدف، الحقائق الموجودة في القرآن الكريم، إذا تبصرنا بالقرآن الكريم أكثر نجد إنه كل ما ذكر به عيسى كان يذكر به على التراب، كأنه يمثل الأرض يعني من دون ماء. عيسى عليه السلام كل شيء، عيسى عليه السلام كان معجزاته معظمها معجزات على الأرض، يعني استطاع أن يأتي بالسمك وهو موجود على الأرض، يعني السمك هو نتاج البحر ولكن أتى به هو موجود على الأرض. وإذا نحن عكسنا الموضوع مباشرة على موسى عليه السلام، كان عنده حوت من اللحوم اللي موجودة هي من البحر ولكنه ميت مقدد، ولما حطه بالماء أعيد إحياؤه من أول وجديد، كأنه لحم وضع في الماء وهون سمك وضع في البر. يعني هنالك شيء مشترك ما بين بعضهم البعض، والشيء المشترك ما بين بعضهم البعض هو اللحوم، السمك الحوت من أول وجديد، الحوت من أول وجديد. طيب، هون بصير في إنه كمان بالآيات القرآنية إذا يتحدث معظم المعجزات التي حصلت مع موسى عليه السلام حصلت بالماء، معجزة يعني شق الماء لما ضرب العصات على الأرض وأعطت 12 عينا، يعني سبحان الله، كأنه هنالك شيء مشترك ما بين موسى عليه السلام وعيسى. عيسى عليه السلام كان يستطيع أن يمشي على الماء، موسى عليه السلام كان يستطيع أن يفجر من الأرض ماء. شوفوا يعني كأنه هنالك هو مسؤول عن الأرض وهذا مسؤول عن البحر، اثنيناتهم يستطيعون أن يقوموا بمعجزات مشتركة على أشيائهم هم، يعني بياخدوا من هون شوي ومن هون شوي. بنلاقي إنه هنالك أشياء مشتركة كمان ما بين الحسن والحسين سلام الله عليه. لما قلت لكم من قبل كل شيء، كل الأنبياء خلقوا يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي قام بها. يعني إذا أردنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن ندرس كل الأنبياء كلياتهم، ندرسهم عندما ندرس الأنبياء، يعني نحن نتعرف أكثر على رسول الله. يعني الأنبياء هن صور من رسول الله، فقط صور يمثلوها هؤلاء البشر، صور تتمثل بهم. طيب، إذا كانوا هن صور، كيف بحفيد الإمام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حسين مني وأنا من حسين، على شو بيرمزوها العلماء؟ حسين مني وأنا من حسين. تقعد مع العالم تقول له يا مولانا حسين مني وأنا من حسين، بيقول لك نعم، الإمام الحسين ذهب إلى كربلاء تلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قام من أجل دين جده فجده قال حسين مني وأنا حسين، لأنه هو بعده عم بيعطي. طب ما الإمام المهدي عم يعطي لدين جده، ليش المهدي من محمد ومحمد من المهدي؟ ليش ما قالهاش؟ ليش ما قالش عن الحسن حسن مني وأنا من حسن؟
ليش ما قالهاش الإمام؟ ليش ما قالش علي زين العابدين مني وأنا من علي زين العابدين؟ هلا في روايات بتقول بتدل إنه هن كلهم من بضعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة الزهراء، في أحاديث عن هذا، بس ولكن خص الإمام الحسين هذا وقال له حسين مني وأنا من حسين. ليه؟ لأن خلق موسى وعيسى عليهم السلام هم من خلق حسن والحسين عليهم السلام. شو يعني؟ يعني الحسين سلام الله عليه مثل الأرض، مثل الأرض، يعني عيسى خلق من الحسين مباشرة. إذا قلنا نحن ما بين، شوفوا اسم عيسى، علي على الأطراف وياسين في الوسط، ما بين علي وياسين مين خلق؟ الحسن والحسين، مظبوط ولا لا؟ ما بين عيسى وعلي خلق الحسن والحسين، هن المشترك ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفس الشيء الحسن سلام الله عليه. فمنلاقي عيسى عليه السلام جعلت فيه ياسين، كمان الإمام الحسين باسمه ياسين، الإمام الحسين كمان فيه باسمه ياسين، جعل الله عز وجل جعله، بس ولكن جعل الحاء والنون بيناتهم، والنون هو شيء خلقي كمان. شو يعني حسه بالنسبة للإمام الحسن؟ حس محمد، حس النون، الحسن هو حس محمد إذا قسمته اسمه بالتقسيم الأسماء فقط، أنا لا أريد الدخول في الباطن. والإمام الحسين حسي محمد، وفينا نقول ياسين والحاء والنون كمان إذا فهمنا شو معنات ياسين. فبقول لك لما يقول لك بالأول القرآن ياسين، والقرآن حذفت من ياسين الحاء كأنها مقصوصة الحاء، ياسين لما يقول ياسين والقرآن الحكيم كأنها يا حسين والقرآن الحكيم، وين الحاء موجودة بياسين؟ هي هو الارتباط الإمام الحسين. شوفوا قديش الإمام الحسين قريب جدا من رسول الله، والإمام الحسن قريب جدا من رسول الله. الياء الموجودة في الإمام الحسين الحسن هي ياء مخفية الموجودة في الإمام الحسن، لأنه مخفي عنا، لأنه هو الحوت الموجود في البحر. قلت لكم من يقع من قارب، من زورق، من سفينة نجاة الإمام الحسن، من الشيعة الموالين للأهل البيت، يقع عند الإمام الحسن سلام الله عليه. عشان هيك هو مخفي، للأسف مخفي، بس ولكنه سيظهر يوم من الأيام، نأتي منه بعلوم كثيرة للإمام الحسن، ونفس الأشياء يظهرها لنا مين؟ موسى عليه السلام، لأنه اختص في البحر. طيب هلا هذه كلياتهم نربطهم بموضوع البحر والبر. طيب الإمام الحسين، هاي اللي أريد أن أوصله لإلكم، لأنه هلا هون النقطة المهمة جدا. خلينا نتساءل ماذا فعل الإمام الحسين ماذا فعل الإمام الحسين بالشهداء سلام الله عليه؟ شو كان عم يعمل مع الشهداء؟ كان عم يعمل شيء مهم. شوفوا شو اللي عم يعمل، كل شهيد من هؤلاء الشهداء اقرأوا المصرع، كان يروح لعنده ويأخذ من دمه شيء. إذا واحد بده يحمل شهيد بده يقع على إيده الدم. بالنسبة لعبد الله أخذ الدم ورفعه على السماء ولم يقع منه قطرة على الأرض. بالنسبة لعبد الله معظم الشهداء علي الأكبر، أبو الفضل العباس، كلياتهم أخذ من دمائهم، كان دمائهم موجودة كلياتها على يد الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب إذا إنسان، شوفوا إذا واحد هلأ، أنتوا اللي خصوصا بيشتغلوا بالذبح بالذبيحة، يعني بيعمل هو مثل ما بيقولوا باللبناني لحام أو جزار باللغات الأخرى، بتلاقي إذا وقع دم على الإيد الدم ينشف، بينشف على الإيد، ما بيروح بسهولة، بده الواحد يحطه بالماء ويفركه منيح حتى يروح. فالإمام الحسين سلام الله عليه كان موجود مع كل الشهداء، مظبوط ولا لا؟ طب إذا الإمام الحسين بده ينزل لتحت على الماء، بده يشرب الماء مباشرة، ما هذا الدم وين كله بده يروح؟ بده لازم ينظف إيده من الدم قبل حتى يشرب الماء، لأن لا يجوز، شفتوا كيف؟ لا يجوز شرب الماء وفي دماء على اليد، لا يجوز شرب الدم، مظبوط ولا لا؟ فهل معقول ينزل الإمام الحسين ليشرب الماء؟ إذا بده يشرب الماء الإمام الحسين بهذه السرعة اللي أنتوا فيها، اللي هو يكون واحد عطشان مش بحاجة إنه يمد يديه ويشرب، بينزل راسه دغري بلش يشرب من المي، مش بحاجة يحط إيديه ولا يمهد، مباشرة بينزل راسه بقلب الماء ويشرب، مظبوط ولا لا؟ طب هي كمان من الأشياء. شو هو الشيء الذي جعل الإمام حسين، الشيء الذي جعله الإمام الحسين إنه هذه بعض هذه الدماء التي سالت هي من دماء الإمام الحسن والتي جعلت في يده كلياتها، مثلا كمان من دماء أبو الفضل العباس، من دماء الشهداء الموجودين كلياتها، وكلياتها هي دماء اشتركت. بدي لكم شغلة، لو الإمام الحسين لم ينزل على الماء لتحت، كأنه يفجر من الماء ماهيته، ماهية الماء، لو الإمام الحسين لم ينزل على الماء، شوفوا هذه المهمة جدا، لتحت ويضع دماء الشهداء كلياتهم بقلب الماء،
لحتى يظلوا الماء على، لأن الماء لم يستطع يعني الإمام الحسين الذي خلق منه كل شيء، وبتعرف إنه الله عز وجل خلق كل شيء حوالينا يسبح، كل شيء واعي من ناحية الله عز وجل، ولكنه أمره بالسكوت بالركود بس. ولكن كانت بهذيك الفترة لما الله عز وجل أمر ذلك الماء الموجود حوالين الإمام حسين لكان غطاهم كلهم لهذيك الناس الذين يقاتلون الإمام حسين، خصوصا لما نادى هل من ناصر ينصرنا، لأن هل من ناصر ينصرنا حركت الأرض كلها، حركت الريح، حركت الماء، حركت الجن، حركت الناس الموجودة في أصلاب الرجال، الناس الموجودة هلأ لما يقولوا لبيك يا حسين، مش لبيك يا حسين لما يطلع قارئ عزاء يقولوا لبيك يا حسين كلهم بينفعلوا يقولوا لبيك يا حسين، لا لبيك يا حسين معناتها مختلف، مش معناتها أشياء، معناتها أشياء أشياء ملكوتية، لبيك يا حسين معناتها تربية الأولاد صالحة، معناتها معاملة النساء صالحة، معناتها أنتوا بالمسيرة الحسينية ما بتزت زبالة على الأرض وبتتركها وتقول في ناس حينطفوها بعدين، إلها معاني سامية لبيك يا حسين، مش إنه مهم نحن نشارك ونتصور سيلفي إنه نحن موجودين في المسيرة الحسينية مثلا، أو مثلا نمشي بمسيرة حسينية ما إلها مسمى، بيمشي مثلا 20 مليون واحد بالمسيرة ما بيعرفوا شو هو هدفها، ما إلها مسمى، ما إلها أهداف، بيمشوا بيروحوا بياكلوا على الطريق بعدين بيرجعوا لأنه أكلوا مجانا. أو هلأ مثلا صارت هلأ بقلب المسيرة الحسينية كثير اشتكوا منها، ولا أشتكي أنا من هذا الموضوع لأنه مش لأنه هذا موضوع كمان بيقهرني من جوا، إنه صار هلأ كثير من الرجال بينزلوا لتحت لحتى يحاولون التسلط على النساء، يعني بيصيروا شيء ويحاولوا إنه يحكوا مع النساء بالطريق، يحاولوا ياخذوا أرقام تليفوناتهم، يحاولوا يعملوا معهم علاقات غير شرعية. أنت لما تكون موجود بهذه المسيرة أنت سوف تتعرض للكثير من الابتلاءات، أول شيء ابتلاء الجوع، إذا أنت ضليتك طول الوقت تاكل 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 شو استفدت؟ شو استفدت من هذا؟ لازم يكون في عندك جوع وعطش. إذا أنت طول الوقت عم تمشي ولا تسبح الله عز وجل شو استفدت؟ أو أنت عم تاخذ سيلفي أو أنت عم تعمل هيدا، على كل حال أشياء مختلفة. فمهم، فهذه الناس التي لبت لبيك يا حسين كأنها مثل ما لبت على بالنسبة لإبراهيم عليه السلام للحج، الذين لبوا تلك الكلمة لبيك يا حسين هم العلماء والشهداء، خلينا نكون من الآخر عشان أحلى ما عشان نوفر الوقت، من العلماء والشهداء والصالحين، هن الذين لبوا فعلا للإمام الحسين سلام الله عليه، العلماء والشهداء والصالحين. إذا أنت حابب تكون من لبى الإمام الحسين مش تقعد تقول لبيك يا حسين بالمظاهرات وهيك، لا ما حتنفعك، هي هينفعك إذا كنت من الصالحين، إذا كنت من المجتهدين لله عز وجل. طيب ماذا فعل الإمام الحسين؟ لو لم يضع دماء، لما شوفوا لما وقف على عند عبد الله الرضيع، شو عمل؟ شو عمل؟ تذكروا معي، قام الدم وين رماه؟ رماه في الهواء، مظبوط ولا لا؟ لو لم يرمي الإمام الحسين الدم في الهواء كان الهواء نفسه فقد فاعليته، فقد فاعليته كيف يعني؟ يعني كنا نتنفس الهواء ولكن لا نستطيع أن نأخذ الأكسجين منه، عشان هيك رماه في الهواء، رمى دم في الهواء. بس ونحن ما قارنا هذا الموضوع في الماء، ما قارنا موضوع الدم في الماء، لما رمى الإمام الحسين في الماء في الهواء هي هو سره، سره أن هو صاحب الأرض، هو الله اللي هو قائد هذه الأرض، وفي أشياء ملكوتية من الإمام الحسين لا أستطيع ذكرها لأن ممكن الناس تسفهها بهذا الموضوع. لما رمى في الهواء ثبت الهواء الإمام الحسين، أمر الهواء بدم الرضيع أنه يبقى هواء، لأن الهواء كان سوف يعني بأمر الله عز وجل سوف يسحب منه خاصية التنفس، يعني شو يعني كل الناس الموجودين إذا سحب الهواء، لأن الهواء بقدرة الإمام سلام الله، إذا سحب الهواء شو بيصير؟ بيصير فاكيوم، ما عادش بيصير الإنسان يتنفس، فسوف تسحب نعمة التنفس من العالم كلياته على الأرض لأنهم تركوا الإمام الحسين وحيدا. شوفوا لأي درجة، فرمى دم الرضيع عليه السلام في قلب في الهواء، مش هلا في رواية إنه طلع على الملكوت وسوف يبقى في الملكوت، لا هو سوف جعل في الهواء، بعده موجود في الهواء ليه؟ لحتى يكون خاصية نحن موجودين بفضل عبد الله الرضيع على الأرض بعدنا لهلا أيها الأخوة، موجودين بكرامة عبد الله الرضيع على الأرض، لأنه لو لم يجعل ذلك كان سحب الهواء من الأرض، كان موجود هواء بس ولكن لم يوجد فيه أكسجين. هذا أول شيء. ونفس الشيء لما نزل على الأرض، لما جعل دماء الشهداء مع دم أبو فضل العباس وأبو عبد الله بن الحسن، من عشان شو أبو عبد الله بن الحسن؟ ابن الحسن سلام الله عليه لما قال له أنا ذخرا، لما قال له أنا ذخرا من والد الحسن،
كان عنده الإمام الحسن عليه السلام استشهد أولاد من أولاده 3، في بعض الروايات 4، يعني من أعمارهم 22 17، وعبد الله الربيع عبد عم عفوا ابن الإمام الحسن كان عمره 11 سنة آخر واحد. وأتى كان عنده كتاب من الإمام الحسن يأمر الإمام الحسين أن يكون أنه يخليه يستشهد، لا لأن بدماء عبد الله بن الحسن بدماءه هو، لما أخذ كمان لما راح لعنده وكان هو عم بيحاول يظبط الجزع تعوله، الجزع يعني مثل ما بيقولوا باللبناني الصباط تعوله اللي لابسه، لما هو عم بيحاول يظبطه هنالك اجبر حطوا له سهم وبعدين قطعوا له راسه. فالإمام الحسين أخذ من دمائه، كان موجود بيده لازال، وهو كان من أواخر الناس الذين استشهدوا ابن الإمام الحسن. لا، لأنه ذخر من أبيه الحسن عليه السلام، ولم يجعل الإمام الحسن الأول والثاني من أولاده ذخر للإمام الحسين، انتبهوا لأن هذه مهمة. كما له عبد الله، هذا كمان له عبد الله، شوفوا هودي عبد الله الأول، عبد الله الأول 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 الإمام الحسن الصغير هو الذي ثبت الهواء، وعبد الله ابن الحسن هو الذي ثبت الماء. فلما نزل الإمام الحسين جعل دماء عبد الله وكل الشهداء في الماء، لأنه لو لم يجعله في الماء ما كان أحد ارتوى بعد ذلك من الماء أبدا، يعني كان الماء فقد ماهيته الكاملة، والهواء بالنسبة لعبد الله ابن الحسين كان فقد الإنسان، الناس يقدروا يتنفسوا بالهواء والماء. فهذا هو السر الإمام الحسين، الإمام الحسين وضع شيء في الماء ولم يأخذ منه شيء ليرتوي، هذا هو الفرق الذي نحن غاب عننا للأسف، لأننا منشغلون دائما في أشياء غير، يعني الحمد لله أنه بنوصل الأشياء الحسينية بس، ولكن لم نلتفت إلى المعاني الملكوتية في مسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. فهو بسببه ثبت الماء وثبت الهواء لوصولا للإمام المهدي سلام الله عليه، لأنه ما جرى بعد ذلك على كل الأمة سلام الله عليهم، ما جرى بعد ذلك كان بفضل الإمام الحسين سلام الله عليه، كلياتهم استشهدوا بس ما جرى عليهم، لأن الاستشهاد بالنهاية هو قرب لله عز وجل، وهذا ما يريده الله عز وجل. أترككم أن تفكروا بهذا المعنى، وإن شاء الله في محاضرة أخرى سوف نتحدث عن كيف تتجسم أعمالنا في طاقة عالم الدنيا، الدنيا اللي احنا عايشين فيها، اللي مهتمين فيها، اللي للأسف قلوبنا هلأ حاقدة كل الوقت على بعض، هذا الحقد والتسفيه اللي نحن نعمله مع بعض هلأ مباشرة، هلأ يعني من الأشياء التي عم بتصير هلأ، والفضائل اللي عم تشيل، إذا في شيخ أو سيد أنا مش معاجبني منطق أو حكي بطلع عندي على الفيسبوك وألعنه وألعن أبوه وألعن أمه وأسبه، وبحجة إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصيرنا نشتغل ببعضنا البعض للأسف، ودين الله يترك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.